تلاميذ السنة الرابعة المتوسط، السلام عليكم. دائما التمرين هذا مأخوذ من اختبار الفصل الأول، الفصل الأول في مادة الرياضيات. عنده مدة 10 دقائق، تحبسوا الفيديو وتحاولوا تحلوه. نقرأ التمرين. يحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 468 و637، ثم اختزل الكسر 637 على 468. سؤال ثاني، بسط كلا من E و F حيث E تساوي جذر 637 زائد 3 جذر 468 ناقص 8 جذر 117. F تساوي 3 جذر 2 زائد 4 ضرب 3 جذر 2 ناقص 4. ثالثا، اجعل مقام النسبة جذر 13 زائد 2 على جذر 13 عددا ناطقا. نبدأ بالجواب على السؤال الأول اللي هو حساب القاسم المشترك للعددين 468 و637. طريقة إيجاد القاسم المشترك، نأخذ العدد الكبير 637 يساوي، ثم العدد اللي بعده 468 نقسمه، نلاحظ أنه يساوي 1 ويبقى لنا 169. معنى 637 تساوي 1 ضرب 468 زائد 169 هو الباقي. نضع تساوي هذا العدد، نضعه هنا 468 تساوي هذا، نضعه هنا 169. لما نقسم نجد 2 والباقي 130. نواصل. دائما هذا يرجع هنا 169 تساوي هذا هنايا 130 ضرب 1 والباقي 39 يساوي، نلاحظ نفس الطريقة 130 تساوي 39 ضرب 3 والباقي 13. نواصل نتأكد الطريقة صحيحة تساوي 39. نفس الشيء آخر يرجع هنا 13 مضروبة في 3 والباقي 0. نتوقف عندما نصل إلى الباقي يساوي 0، والقاسم المشترك الأكبر هو 13. نكتب BGCD العددين 637 468 يساوي 13. نؤطر دائما النتيجة. مطلوب أيضا هو اختزال الكسر، اختزال الكسر 637 على 468. بما أن وجدنا القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 13، إذا كلاهما يقبل القسمة على 13. نكتب 637 قسمة 13، 468 قسمة 13 وتساوي 49 على 36. وهكذا نكون قد اختزلنا الكسر، معنى 637 على 468 تساوي 49 على 36. نعطي النتيجة هنا. واش معناها؟ معناها 637 تساوي 13 ضرب 49. هنا 468 تساوي 13 ضرب 36. السؤال الثاني، تبسيط كلا من E و F. تبسيط E و F، لدينا E تساوي جذر 637 زائد 3 جذر 468 ناقص 8 جذر 117. 637 هي اللي تحصل اللي وجدنا لها القاسم المشترك مع 468 تساوي 13 ضرب 49 أو 49 ضرب 13 زائد 3 جذر
468 وجدناها تساوي 13 ضرب 36 أو العكس 36 ضرب 13 ناقص 8 جذر 117. 49 هي 7 و2 ضرب 13 زائد 3 جذر 36 هي 6 و2 ضرب 13 ناقص 8. نلاحظ هنا سوف يبقى لنا 13 13. دائما احتمال ان 117 تقبل قسمها 13 وهو اكيد بما انها تساوي قسمة 117 13 تساوي 9 ضرب 13. إذن تساوي 7 و2 تخرج تساوي 7 جذر 13 زائد 6 تخرج تولي 3 ضرب 6 جذر 13 ناقص 8 جذر 3 و2 في 13. 7 جذر 13 زائد 18 جذر 13 ناقص 8 3 تخرج في 3 جذر 13. نواصل تساوي 7 جذر 13 زائد 18 جذر 13 ناقص 8 ضرب 3 هي 24 جذر 13. وتساوي 13 نخرجها عامل مشترك يبقى لنا 7 زائد 18 ناقص 24 ضرب جذر 13. 7 زائد 18 25 ناقص 24 جذر 13 وتساوي 1 جذر 13 وتساوي جذر 13. تحصلنا عليها تساوي جذر 13. نبسط الآن عبارة F. ماذا تساوي F؟ 3 جذر 2 زائد 4 مضروبة في 3 جذر 2 ناقص 4. عبارة عن متطابقات شهيرة. لدينا ملاحظة وهنا 3 متطابقات شهيرة أن A زائد B يكون أس 2 تساوي A أس 2 زائد B أس 2 زائد 2 في A في B. A ناقص B الكل أس 2 تساوي A أس 2 زائد B أس 2 ناقص 2 في A في B. 2 في A في B هذه نفسها تساوي A زائد B ضرب A زائد B. هذه نفسها تساوي A ناقص B ضرب A ناقص B. لدينا A ناقص زائد B ضرب A ناقص B تساوي A أس 2 ناقص ب أس 2. نلاحظ أن هذه الكتابة توافق بداية الشهيرة الثالثة هي هذه عبارة عن A وهذه B. إذن هي من الشكل A زائد B مضروبة في A ناقص B وتساوي A أس 2 ناقص ب أس 2 تساوي A أس 2 3 جذر 2 تكون أس 2 ناقص ب أس 2 اللي هي 4 تكون أس 2 وتساوي 3 أس 2 في جذر 2 تكون أس 2 ناقص 4 أس 2 تساوي 9 في 2 ناقص 16 تساوي 18 ناقص 16 وتساوي 2. بسطنا F تحصلنا على 2 ونؤطر النتيجة. سؤال ثالث اجعل مقام النسبة وهذه ملاحظات. ثالثا اجعل مقام النسبة جذر 13 على 2 زائد 2 على جذر 13 عددا ناطقا. جذر 13 زائد 2 على جذر 13 اجعل مقام النسبة عددا ناطقا. هذا هو المقام. نرجع نضربه في
جذر 13 ونقسمه على جذر 13. في جذر 13 زائد 2 تثمر جذر 13 ضرب جذر 13 وتساوي جذر 13 في جذر 13 زائد جذر 13 ضرب 2 على جذر 13 في جذر 13 تساوي 13 وتساوي نفس الشيء هنا 13 زائد 2 جذر 13 على 13. إذا جذر 13 زائد 2 على جذر 13 أصبح 13 على 2. وكذا أصبح مقامه عددا ناطقا. نكون قد انتهينا من حل التمرين. إن ننصحكم تعودوا تحلوه مرة أخرى. أي ملاحظات أو اقتراحات اتركوها لي في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.